أهلا بكم مشاهدينا في أولى نشراتنا الإخبارية جيجل 7/7 بقناة كوتاما تي في. والبداية بالعناوين. يوسفيوس في وزير الصناعة يطلع على إنتاج أولى سبائك الحديد بمركب بلارة. جيجل تحتفل بيوم الهجرة بمدينة الملية وعدة مشاريع كانت قيد معينة السيد والي الولاية. وفي النشرة عودة لصالون المرأة الريفية، هذا العرس الذي عاشته عاصمة البريطانيين طيلة 3 أيام. وأخيرا في الرياضة، شباب حي موسى ينهزم بثلاثية أمام نادي توجود، ومناصر الأمرة يأملون في كسب نقاط شباب الأخضرية. إذن بداية، أشرف وزير الصناعة يوسف يوسفي أول أمس على عملية التجارب الأولى لإنتاج الحديد بمركب بلارة، حيث اطلع على كل كبيرة وصغيرة بشأن هذا المشروع الذي يعد من أهم المشاريع المجسدة بولاية جيجل، والذي يشغل إلى غاية الساعة قرابة 4000 عامل، وهو المركب الذي يعول عليه في سد الاحتياجات الوطنية في الحديد والصلب، فيما يبقى الرهان في مرحلة ثانية على تصدير المنتوج للخارج. راح نصدر للخارج طبعا في حاله انه يكون عند في اكتفاء ذاتي، في اكتفاء داخلي من 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 منتج الحديد، وبعدين ما تبقى ممكن احنا ندور اسواق خارجيه باذن الله. الحمد لله، المرحله الاولى بدا الانتاج، اللامينوار الاول بدا يشتغل، والحديد الاول بدا يخرج من المصنع، والحمد لله هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي ربما تكون لا سيري، والمرحله الثالثه لا ريدكسيون ديريكت المام، من ربما سنة سنة ونص كل المشروع يكون كامل وجميع أنواع المنتوجات تكون واجدة. فيما يخص الحين، الهدف الأول هو تغطية السوق المحلية. الحين راح نفوتوا من المرحلة نتاع الاستيراد إلى المرحلة نتاع يعني تغطية الاحتياجات كامل نتاع الوطن، وثالثا التصدير. أشرف السيد بشير فار والي ولاية جيجل على مراسم الاحتفال بيوم الهجرة الذي احتضنته مدينة الملية، وكانت البداية بمقبرة الشهداء ولقائه بالأسرة الطورية وزيارة مركز التعذيب بوسط المدينة، والذي تم تدشينه من طرف السيد والي الولاية كمعلم لذاكرة شعب له ما يقول عن دتش استعمار وفى بكل ألوان العذاب. يعذبون يعطيهم أسرار، واحد يتهموه مثال باي يلم المال ولا مد المال ولا خدم شي حاجة يفكوا به يجيبوه يعذبوه في هذه هاي قاعدة العذاب. هاي الهو كان فيها البسة نتاع الماء وفيها تريشيتي وفيها كيف اسمهم البينوار كيف اسمهم الأقدام السوداء، يهضروا عربية يهضروا فرنسيسة، يضربوا العباد يعذبهم بزاف. طبعا عنده مسؤولين في الثقافة. صالون المرأة الريفية في طبعته الثانية حمل كل الألوان، وحمل معه أنامل امرأة حافظت على تراث هو دخر هذه الأجيال التي كانت بدورها حاضرة كالعادة. السيد والي الولاية الذي دشن افتتاح هذا المهرجان الذي صار من تقاليد الولاية قال في كلمته أمام وسائل الإعلام أن وجود هذا الزخم من المنتوج دليل على أن تراثنا لا يزال بخير. ابداع المرأة الريفية راهي يتكلم على نفسه بالصوت والصورة وبالجسد نتاع المرأة اللي متواجدة هنا على مستوى المتحف. راه كاين عمل تاع نسوي كبير ممكن ما راهش ظاهر، وان شاء الله نتمنى منكم كوسائل الاعلام ثمنوا هذه المبادرات وهالجهود تاع المراه، خاصه المراه الريفيه اللي مازالت محافظه على تقاليد على امور اللي هي تعتبر كتاريخ نتاعنا. بارك الله فيك. اخيرا، وفي الرياضه، انهزم امس شباب حي موسى في بطوله القسم الثاني هواة في خرجته الى توجوت ب3 أهداف لهدف واحد في مقابله سيطر فيها المحليون طوال اشواط المقابله.
وهي النتيجة التي ستزيد من جراح أصحاب اللونين الأبيض والأسود، فيما يبقى أنصار النمر يتطلعون غدا إلى استدراك الوضع وإبقاء النقاط الثلاث بجيجل في المقابلة التي ستجمعهم بشباب الأخضرية حتى تكون الانطلاقة الحقيقية لأبناء المدرب شحة الذي يعول عليه أنصار النمر في إعادة الفريق إلى سكة الكبار. كانت هذه نشرتنا التجريبية الأولى جيجل 7/7 لمتابعة آخر الأخبار. ما عليكم سوى الاشتراك بقناتكم كوتما تي في على اليوتيوب. سلام.